بعد ساعات من اقتحام الجيش الإسرائيلي لمستشفى الشفاء، أكبر مجمع طبي في قطاع غزة، توالت الإدانات الدولية والأممية للتنديد بالتحرك الإسرائيلي الذي وصفته الصحة الفلسطينية بأنه جريمة جديدة بحق الإنسانية والطواقم الطبية والمرضى. الأمم المتحدة وعلى لسان منسق الشؤون الإنسانية قالت إن التقارير الواردة عن اقتحام مستشفى الشفاء في غزة مروعة. المستشفيات ليست ساحات قتال، حماية الخدج والمرضى والطاقم الطبي وجميع المدنيين يجب أن تعلو على أي اهتمام آخر. أما منظمة الصحة العالمية التي صرحت بأنها فقدت الاتصال مع الطاقم الصحي في المستشفى، فقالت إن المعلومات حول الاقتحام العسكري للمستشفى تثير القلق البالغ، كما دعت اللجنة الدولية للصليب الأحمر إلى ضرورة حماية المرضى والطاقم الطبي والمدنيين في جميع الأوقات. وزير الخارجية الأردني أيضاً قال إن كارثة مستشفى الشفاء تجسد الهمجية التي يتيح صمت مجلس الأمن استمرارها. الولايات المتحدة التي اتهمت حماس باستخدام مستشفى الشفاء في غزة كمركز قيادة، وهي الاتهامات التي نفتها الحركة ووصفتها بالأكاذيب، قالت أيضاً إنه يجب حماية المستشفيات والمرضى. كما قلنا من قبل، نحن لا نؤيد قصف مستشفى من الجو، ولا نريد أن نرى تبادلاً لإطلاق النار يحصل داخل مستشفى يجد فيه أبرياء وأناس لا حول لهم ومرضى يبحثون عن الرعاية الصحية التي يستحقون أنفسهم عالقين في مرمى النيران. وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة كانت قالت إن هناك نحو 9000 شخص داخل الشفاء، ما بين مرضى ونازحين وطواقم طبية، في الوقت الذي اقتحم فيه الجيش الإسرائيلي المستشفى.